أثارت الفنانة المغربية نجاة عتابو جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيان بعد اعترافها بإدمان زيارة المشعوذات خلال فترة سابقة من حياتها تزيد عن 12 سنة. وصرحت عتابو خلال حلولها ضيفة ببرنامج إذاعي من تقديم المنشط يوسف بحار على راديو دوزام أنها كانت كثيرة الزيارات للعرافين والعرافات قائلة: لا كنت مبلية فيما قالوا لي كاينة شوافة هنا عندها عفا علي الله. وأضافت: كان لي تيقول شي حاجة مزيانة وكان لي لا في حال طبيب نفساني دابا عفا الله تكون دابا 12 عام. وفي سؤال لبحار عن سبب زيارتها للعرافات ردت عتابو قائلة: كيبغيني ما كيبغينيش كتبغي تعرف. بيناتنا آخر مرة مشيتي عند شي شواف؟ شواف دابا تكون واحد يعني لا كنت مبلية كذب عليك كنت مبلية فريمون كنت مبلية فين ما قالوا لي كاينة شي شواف انا عندها عفا علي الله وحق الله العظيم. دور كرسك. اه وزعما الصراحة. كانوا كذابة. وشو لا والله كاين اللي تيقول شي حاجة هي هذيك وكاين اللي تي. شوف بحال الطبيب النفساني وصافي. عفا الله حيتي. عفا الله لا تكون دابا واحد 12 عام. 12 عام. وليش كنتي كتمشي أنا مزاو؟ وغي باش كيبغيني ما كيبغينيش. إذا الحب صعيب. كيبغيني ما كيبغينيش. الحب صعيب. الحب صعيب. يحمق الواحد. شديد. كتبغي تعرف كتبغي تعرف لا كتبغي تعرف لنا الفضول ولا سمية والله إلا أنا